الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله باري البريات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام المكرمات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الصائمين إذا خرجوا يوم فطرهم من صلاة عيدهم وفوا أجورهم قبل أن يتيمموا دورهم، فمن وفى وفي له، ومن نقص نقص منه، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. والمؤمن وإن عمل من الصالحات ما عمل فهو من عمله في خجل، ومن رده عليه في وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، وهم الذين يعملون في طاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله ويتقون محارم الله على نور من الله، يخافون عقاب الله. فلقبول مثقال حبة من خردل أحب إليهم من الدنيا وما فيها. فالحذر في العمل ألا يكون خالصا، والخوف على العمل ألا يكون متقبلا. فكم بين من حظه القبول والغفران، ومن نصيبه الخيبة والخسران. وكيف لمن أعتقه الله من النار أن يعود إلى رق الأوزار؟ أيدعوك مولاك وأنت تقحم في الهلاك؟ والرحمة وإن كانت قريبا من المحسنين فالمسيء لا ييأس منها، والمغفرة وإن كانت للأوابين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتنا فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فأحسن الظن بمولاك، فأحسن الظن بمولاك وتب إليه، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. والاستغفار ختام الصالحات، والاستغفار ختام الصالحات، يرقع خرقها ويتم نقصها. فكم نرفأ الخروق بمخيط الحسنات ثم نقطعها بحسام السيئات. ومن خاف مقام ربه استغفر من طاعته كاستغفاره من ذنبه. فارحم اللهم من حسناته سيئات وطاعاته غفلات. ومن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إليها ويعود، فحري أن يكون صومه عليه مردودا، وباب القبول عنه مسدودا، وثواب الحسنة الحسنة بعدها، وعلامة ردها السيئة إثرها، والشكران آية الغفران. قال الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وآله وسلم.
وختم الله تبارك وتعالى آيات الصيام فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكن عبدا ربانيا لا رمضانيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبهدي سيد المرسلين وسنته صلى الله عليه وسلم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. واعلموا عباد الله أن من أتبع صيام رمضان ستا من شوال كان كأجر صيام الدهر فرضا كرما من الله وفضلا، تابع ذلك العبد أو فرقه. ومن بدأ بقضاء ما فاته من رمضان فقد احتاط وأتم، ومن سارع بعد يوم العيد فقد بادر وحزم، ومن آنس أهله وقرابته بالفطر أياما ثم استأنف الصيام فقد أحسن. هذا، وصلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم على الخير يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم فرج عنهم يا كريم، اللهم فرج عنهم وعن جميع المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسررنا وما أعلَنَّا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. استووا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.